ننتقل إلى القاعدة الثالثة. القاعدة الثالثة والرابعة راح ناخذهن معا، اللي هي either or، وتعني هذا أو هذا. هنا عندنا خطأ، خنعدله، خطأ إملائي. هذا أو هذا، وكذلك هنا عندنا قواعد الوحدة الأولى one. هذا أو هذا، either or، وتعني هذا أو هذا، وتعني عبارة neither nor، لا هذا ولا هذا. واضح؟ هاي معناتها اختيار، أما هذا أو هذا، هذا معناته اثنينات ما نختارهن، لا هذا ولا هذا. أوقات تختار شيء أو تترك شيء، أوقات ما تختار ولا شيء. والله هاي بالنسبة لهذه العبارات، هذه معانيهن. بالنسبة للقواعد نفس الشيء تماما، نحذف أي جزء متشابه يجي وراها صنف متشابه تماما، نفس القواعد اللي أخذناها. نجي القاعدة كذلك هم نفس الشيء، فاعل وفعل الجملة الأولى، either neither، صنف الصنف الأول من الجملة الأولى، or nor زائد وراها الصنف مين من الجملة الثانية. الجزء المتشابه يحذف. خلنا ناخذ أمثلة. You should go to hospital، عليك أن تذهب إلى المشفى أو إلى المستشفى. You should go to pharmacy، عليك أن تذهب إلى الصيدلية. كأنما هنا أنا أريد أقول له أما تروح للمستشفى أو الصيدلية، باستخدام قاعدة either نور حسب معانيها، هذا او هذا. يعني اما تروح للمستشفى او الصيدلية. تمام، شلون راح نصيغها باللغة الانجليزية؟ خلينا نشوف حسب القاعدة. شنو الجزء المشابه؟ you should go to، you should go to. تمام، هو هذا نفس الشيء، you should go to، you should go to. وهذا الحذفنا نفسه ينزل كفاعل، هذا هو فاعل وفعل الجملة الاولى. هذه طريقة جيدة حتى تعرفون فاعل وفعل الجملة الاولى، نفس هذا اللي راح نحذفه، الجزء المتشابه. تمام، هذا انا حذفته، تخلصت من عنده، ونفسه نزلته هنا كفعل وفاعل الجملة الأولى. جيد، انا انزل الأداة either، هذا الجزء الأول either، الصنف الأول hospital اللي متبقى من الجملة الأولى، or حسب ما عندي هنا بالقاعدة، الصنف الثاني المتبقي من الجملة الثانية pharmacy. راح تصير you should go to، فاعل وفعل الجملة الأولى، either الأداة، hospital الصنف الأول، or الأداة pharmacy الصنف الثاني بعد الحذف. You should go to either hospital or pharmacy، عليك أن تذهب أما للمستشفى أو الصيدلية. يعني عليك أن تذهب، تروح لو للمستشفى لو للصيدلية، واحد من هذه الأماكن. ناخذ المثال الثاني. This box is mine، هذا الكتاب لي. This box is your، هذا الكتاب لك. Neither nor، neither nor شنو معناته؟ لا هذا ولا هذا. كأنما أقول هذا الكتاب لا هو إلي ولا هو إلك، أوكي؟ يعني مو إلنا. تمام، شو راح أقوم بهذا الشيء؟ شنو الجزء المشابه؟ This book is، نفس الجملة الأولى. تمام، حذفته، خليت عليه خط، أنا حذفته هنا. نفسه أنزله فاعل وفعل الجملة الأولى، هذا نفسه أنزله فاعل وفعل الجملة الأولى. تمام، الأداة either، الصنف المتبقى من الجملة الأولى mine، ايش راح يصير؟ this box either neither mine nor، الأداة الثانية المتبقى من الجملة الثانية yours، راح تصير الجملة
This book is المحذوف من الجملة الثانية. Either الصنف من الجملة الأولى. Nor الأداة المتبقى من الجملة الثانية اللي هو شنو هو؟ Yours. This box neither mine or yours nor yours. هذا الكتاب ليس لي ولا لك. هنا عندنا ملاحظة neither nor. شو تقول الملاحظة؟ يجب حذف أي جزء متشابه من الجملة الأولى حذفناها. مع الأداة neither nor يجب حذف النفي إن وجد. تمام، لأن هي أداة، هي أداة نفي هاي. بنقول neither nor معناته لا هذا ولا هذا، أداة نفي. تمام، ما يصير نفي مرتين بالجملة، لازم إذا أجت لي جملة منفية لازم نحولها إلى إثبات ونستخدم هذه الأداة. شلون؟ عندنا هذا المثال: We don't go to park. نحن لا نذهب إلى المنتزه أو الحديقة. We don't go to mall. ونحن لا نذهب إلى المول. يعني كأنما أقول إحنا ما نروح للمول أو الحديقة. بس باستخدام neither nor، يعني مو استخدام النفي. يعني هذا النفي ما بنستخدمه، باستخدام neither nor. تمام. أول ما أجي الأدوات اثنينات منفي، أحذف النفي. Don't don't. شو أسوي؟ أطيرها، أحذفها مثل ما مكتوب هنا x x. حذفناها أول شيء حتى نحول الجملة إلى إثبات. تمام، نحذف النفي. نفس ما عندنا هاي الملاحظة مع أداة neither nor، يجب حذف النفي إن وجد. نحذف النفي إن وجد. تمام، بعد ما حذفت don't صارت للجملة we go to فقط. We go to work. وبعد ما حذفنا هنا don't أصبحت الجملة we go to mall. شنو الجزء المتشابه بالجملة؟ We go to بعد حذف don't. We go to نفسه أنزله جوا. We go to الأداة either الجزء المتبقي من الجملة الأولى. Bark nor الأداة الجزء المتبقي من الجملة الثانية. واضح؟ شو يصير عندي؟ We go to either park nor mall. نحن لا نذهب إلى البارك الحديقة ولا المول. تمام، مجمع التسويق. هذه بالنسبة لقواعد الوحدة الأولى، الجزء الأول والجزء الثاني. عندنا هنا بعض الأمثلة، اطلعوا عليها وشوفوا يا طلاب. This box is mine. This box is yours. Either nor. This game is suitable for children. This game is suitable for children. Both and. دائما شباب شوفوا هذا الجزء متشابه بالجمل. The game is suitable. The game is suitable. The book is. The book is. هذا نفسه لا نحذفه. نفسه نحذفه هذا والنزله جوا كفاعل وفعل الجمله الاولى. حسن doesn't. He doesn't. هنا انا عندنا حسن وهنا عندنا هي. ليش؟ لان نفسه هذا انا اقدر اعوض حسن بهي. تمام، اذا هذا راح يحذف وهذا راح يحذف. He is good at. تمام، هذا الجزء المتشابه راح احذف هذا ونزله كفاعل وفعل الجملة الأولى. The boy plays. كذلك هذا الجزء المتشابه احذفه ونزله كفاعل وفعل الجملة الأولى. My friend has. هذا الجزء المتشابه ايش راح اسوي؟ راح احذفه ونزله كفاعل وفعل الجملة الأولى. وبعدين أخذ الصنف phone أخليه قبل both وبعدين أخليه and وأخلي وراها شنو؟ laptop. هاي بالنسبة لهذه الأدوات قواعد الوحدة الأولى، مهمة تجي وزاري. إذا نلاحظ الأمثلة الوزارية راح نلاحظ هواي هذه القواعد نشوفها جاية بالوزاري. تمام طلاب، درسوا عدل الإنجليزي صحيح سهل. القواعد مالته سهلة، بس عندكم بعد الأصوات، الإنشاء، الكلمات. إحنا جايين ندرس طبعا فقط 20 درجة من الأسئلة. 20 درجة من الأسئلة هذه القواعد. بعد عندكم كلمات عليها 20 درجة، الأصوات عليها 10،
كلمات، يعني هواي أجزاء بعد بالكتاب. أتمنى لكم التوفيق إن شاء الله.